بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أهلا بكم مع جولة جديدة في الصيدلية. في حالة اليوم عن المكمل الغذائي بلسم فروتي شراب، وهو يحتوي على خلاصة مكونات عشبية ويستعمل في حالات الكحة المصحوبة ببلغم الناتجة عن نزلات البرد ولتخفيف أعراض نزلات البرد، حيث يعمل على تخفيف الكحة وتخفيف التهابات الجهاز التنفسي وتنقية الممرات التنفسية وتحسين صحة وتهدئة الجهاز التنفسي، حيث يعمل كمضاد للبكتيريا ومضاد للالتهابات الجهاز التنفسي والحلق. الجرعة للأطفال أكبر من 4 سنوات ملعقة صغيرة مرتين يوميا، والبالغين والأطفال أكبر من 12 عام من 10 ملي إلى 15 ملي مرتين يوميا أو حسب إرشادات الطبيب. العبوة 120 ملي، سعر العبوة 42 جنيه. مع تمنياتي لكم بدوام الصحة والعافية.